العراق الآن أصبح مستباح للجميع. فلذلك والله إحنا نأسف أن يكون بلدنا بهذه الطريقة. أما هذه الاشتباكات المصطنعة اللي هي نقدر نسميها الكارتونية ما بين الطرفين، يعني ما أدري هم هل يمزحون أو هي حرب فعلا قائمة ما بين دولتين، ولكن المخجل المبكي هو أنه دائما العراق هو ضحية لهذه الأمور، سواء الوضع النفسي للمواطن العراقي لما يشوف طيارات مسيرة تسير من فوق رأسه ويصورها. إذن معناها ليس هناك سيادة للدولة العراقية، سيادة الدولة العراقية فقط على المواطن الفقير، فقط على الناشط المدني، فقط على، وإلا دولة مثل العراق ومثل ثرواتها ومثل ما يسرق منها لا تستطيع تجهيز بلدها بمنظومة مكافحة، منظومة طيران، مكافحة طيران أو ما يسمى بالمنظومات المتطورة للرادار الحديث حتى لا تستباح أرضها. الحقيقة نستغرب، يعني أين وزارة الدفاع؟ أين وزارة الداخلية؟ أين الدولة؟ أين القائد العام للقوات المسلحة الذي يترنح الآن في أمريكا؟ أخي، هذا الكلام اللي الآن يقال من قبل المواطن العراقي هو يسمى ليس عتب، وإنما يسمى استنكال لما يحدث، لكن المواطن يبقى لا حول إلا ولا قوة. يعني تضرب قاعدة في الحلة في بابل، يعني في العمق العراقي، ولا يعرف من ضرب هذه القاعدة. بغض النظر هذه القاعدة، احنا شفنا الصور الحقيقة، أنا اليوم رأيت صور للانفجارات اللي حدثت بالقاعدة، هي لم تؤذي إلا بعض الجملونات، وحتى السيارات اللي بداخل الجملونات هي باقية ولم تحرق. إذن هي ضربات مصطنعة ومتفق عليها ما بين الطرفين. ولكن ليش؟ إيش معنى يعني إحنا اللي صارين ساحة لهذه الخلافات الإلكترونية الكرتونية اللي تصير؟ ما أعرف، يعني ما أفهم شنو موقف المسؤولين العراقيين، شنو موقف السيد رئيس الوزراء اللي الآن هو في واشنطن، شنو موقف وزير الدفاع والداخلية اللي موجودين الآن. يعني بعض الفصائل تهدد وتقول والله إحنا سنرد بغض النظر عن موافقة الدولة أو لا. البارحة كل إحنا سمعنا أو اليوم أبو الولاء الولائي ماذا قال، يعني الآن الفصائل بدأت تتحدى الدولة نفسها.